العشرات من المواطنين يصطفون هنا في طوابير طويلة أمام محلات بيع الغاز، علهم يظفرون بتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي بالسعر الرسمي عبر وكلاء شركة الغاز الحكومية. أحمد فارع واحد ممن يعانون من أزمة مادة الغاز المنزلي. لمدة أسبوعين ثلاثة وأدفع ثمن الأنبوبة 5000 ريال وتمسك طابور 3 أسابيع عند الوكيل. أما أصحاب السوق السوداء فلن أقرب عليهم، لست مبالغ طائلة. ماذا نصنع؟ أين نروح نشتكي؟ أين نصوح؟ يا فصيح في تعد لمن تصيح؟ يا فصيح لمن تصيح؟ إلى الله الواحد القهار، التجار قتلونا. وكما يشكو المواطنون من وكلاء مادة الغاز في إخفاء أو رفع أسعار الغاز، يقول بعض الوكلاء إن هناك أزمة حقيقية في توفير الغاز، ومن أسبابها كمية الاسطوانات غير الكافية التي تصله من الشركة بالنظر إلى ارتفاع نسبة الطلب، فيما ترجع الشركة السبب إلى قلة الكميات المنتجة من مادة الغاز، فضلا عن العوائق التي تخلفها المواجهات وإقبال كبار المستهلكين على معارض وكلاء الغاز، والذي تسبب بزيادة الطلب على المعارض مدى دفع البعض إلى فتح سوق سوداء بأسعار باهظة. الشركات تقوم باستخراج كمية بسيطة من النفط لاستخلاص هذه الكمية من الغاز لتغطية السوق المحلي. الشركة اليمنية الغاز تأخذ الكمية هذه من صافر الشركة المنتجة وتقوم بتسويقها على أنحاء الجمهورية بشكل عادل. نحن مهامنا توزيع هذه الكمية التي خصصت لمحافظة تعز بشكل عادل لجميع المربعات وجميع الأحياء وجميع القرى دون استقصاء أي محافظة عن محافظة أخرى. سبب أزمة الغاز هو تزايد الاحتياجات من قبل السكان والمستهلكين، وأيضا تلاعب السلطات القائمة في المحافظات بمادة الغاز وبيعها في السوق السوداء. في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تتلاعب قيادة الحوثي بكمية التي تأتي يوميا من شركة صافر مارب وتم توزيعها على السوق السوداء وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة، ويتم اختيار المواطنين والتوزيع عليهم بعناية فائقة ويحرمون بقية المواطنين. يرى مراقبون أن المواجهات الدائرة في محافظة مأرب شرقي اليمن لها تأثير كبير على عملية نقل الغاز من الحقول الإنتاجية في مأرب إلى الأسواق في مختلف المحافظات اليمنية، بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء.